أسألك يا شيخ عن صحة الكلام الذي يقول: إذا دخلت المسجد ومع الجماعة وكان الإمام في التشهد الأخير أنك تقيم جماعة، تنتظر حتى يسلم ثم تقيم جماعة أخرى. نعم، هذا صحيح، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأنت الآن لم تدرك ركعة، جئت وقت التشهد الأخير، فإذا لم تدرك الركعة لم تدرك الجماعة. وإذا صليت مع أصحابك الذين دخلوا معك جماعة أدركت الجماعة من أولها. أما لو جئت وقد بقي عليه ركعة فالأفضل أن تدخل معه، بل يجب أن تدخل معه ولو فاتتك الصلاة، لو فاتك أكثر الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولكننا نقول: لا يشترط أن تنتظر حتى يسلم، بل إذا كان المسجد واسعا وذهبتم إلى ناحية منه بحيث لا تشوشون على أحد فلكم أن تصلوا قبل أن يسلم الإمام ولا حرج. أما إذا كنتم قريبين أكان بأن يكون المسجد صغيرا فلا تشرعوا في الصلاة حتى يسلم. نعم.